صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأنا الدرس الماضي قراءة في كتاب عنوانه الحب المتبادل، الحب بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين المدينة المنورة، بين سكان المدينة وبين أشجار المدينة وأرض المدينة وسماء المدينة وأحجار المدينة. عنوان المؤلف قال: ثواب المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحب الذي طلبه الله تعالى وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة، نال ميزات كثيرة كتذوق حلاوة الإيمان. الإيمان يا أخوان في إله طعمه، هلأ العسل إله طعمه، الحلاوة الطحينية إلى طعمي، الموز إلى طعمي، نحن كنا دايقينهم هدول، بس الإيمان إلى طعمي. يعني قراءة القرآن إلى طعمي، غير القراءة، غير أنك عم تقرأ والله كلام حلو كلام رب العالمين وحبتقبل المصحف، بس هو في طعمي للقرآن. الصلاة إلى طعمي، بر الوالدين إلى طعمي، جبر خواطر المكسورين إلى طعمي، مساعدة الفقراء له طعمه، والطعمة حلوة. بقى أنت شي مرة يعني هيك دقت يعني استطعمت بطعمة بر الوالدين؟ هلأ في واحد ببر الوالدين بيقول لك أخي يعني هالحجي والحجة تعبوا فينا وبدنا نبرهم، يعني شو بدنا نعمل؟ يعني هو ببر الوالدين بس يعني هيك بيشعر بثقل لأنه واجب والتزام ولازم التزم، أنا أمي وأبي يعني شو أعمل فيهم؟ بس في واحد لا، في واحد تذوق طعم البر، هل اللي تذوق العسل يشتاق له، يحن له، يشتريه، يأكله مرة فمرة. يلي ذاق طعم بر الوالدين بيشتاق لبر الوالدين. هلأ في إخوة مرات بيناتكم أو إخوة آخرين والله بيقولوا لي إنه أستاذ أنا والله عم يفرق قلبي هيك على جلسة ذكر. شو مرات أنت بتقول والله عم يفرق قلبي، عم تفرق معدتي هيك على شيء أكلة مشاوي راكزة؟ في واحد بيفرق قلبه هيك على جلسة ذكر، والله عم يفرق قلبي على ركعتين قيام ليل، هذا معناته دايق قيام الليل، دايق الطعمة تبعه، دايق الطعمة تبع ذكر الله عز وجل. كيف أنا بدي أتذوق طعمة الإيمان؟ واحدة من الأسباب محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد قليل ستأتينا الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. رقم واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بتحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحب من أي شيء سواه، تحب رب العالمين أحب من أي شيء سواه. كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. حبه محبة شديدة، عشان هيك ذاقوا طعم الإيمان. سيدنا أنس بن مالك الله يرضى عنه يقول: والله، تعرفوا أنتم سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا أنس خادمه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله.
الله أكبر صلى الله عليه وسلم. شو هاد؟ شو هاد سيدنا أنس هاد؟ كل يوم؟ كل يوم والله أنا مشتهين مرة. بس الحب يا أخوان لما بيسيطر على القلب بيستولي على كل الجوارح، على السمع والبصر والنطق والكلام. قال لي أحد الأخوة بيشتغل محاسب، قال لي والله يا أستاذ أنا ونايم شوف المحاسبة والدفاتر والفواتير، قال لي وذاك اليوم عم بحكي بنوم عم يحكي لك وين فاتورة هذا الرقم وين فاتورة مرته، فيأته إنه شو كنت تحكي أنت ونايم. يعني هو غلب عليه المحاسبة والأمور المالية فصار يراها في رؤياه. فسيدنا أنس بن مالك غلب عليه حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صار حتى بالمنام يراها. طيب شو بستفيد أنا إذا حبيت هيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بستفيد بصير واحدنا يتذوق طعم الإيمان. فمن ثواب المحبة قال نال ميزات كثيرة جدا كتذوق حلاوة الإيمان ومحبة الله تعالى له. لك أن أنت تحب الحبيب، أنت تحب حبيب الله عز وجل فيحبك الله تعالى، واشتياق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم لرؤيته. وتصير أنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيشتاق لك، بيشتاق أنه يشوفك. وإعطاؤه صفة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلما أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والدك وولدك والناس أجمعين تعطى صفة الإيمان. وحشره تحت العرش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتذكروا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجلان تحابا في الله. هلا أنت بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الله، فالله بيجمعك مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، ودخول الدرجات العليا في الجنة ومرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم. تتذكروا بأنه رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ يعني اسأل سؤالا نافعا، ما بفيد أنا أقول لك متى الساعة بعد شهر بعد سنة بعد ألف سنة، بس اللي ما ينفع أنه أنت شو عم تشتغل للساعة. قال ما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت. فإذا أنت حبيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت معه. نحن قرأنا في كتب تراجم العلماء وتراجم الحديث، يعقوب ابن سفيان الفسوي هذا رجل من رجالات الحديث قال بت ليلة في ليلة باردة على ضوء السراج أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزل الماء الأزرق على عيني فلم أعد أبصر شيئا فبكيت وطويت باكيا. نسأل الله السلام، يعني واحد فقد بصره. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي يا يعقوب لما أنت بكيت؟ قلت سيدي رسول الله نزل الماء الأزرق على عيني فلم أعد أبصر شيئا فبكيت لما سيفوتني من كتابة حديثك. أكثر شيء يعني أنا عم ببكي مشانه ما عاد أقدر أكتب حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ما بتبكي أنك ما عاد تقدر تمشي بالطريق؟ ما بيهمني. ما بتبكي أنه ما عاد حتشوف مرتك وولادك؟ مو كتير. ما بتبكي لأنك يا أخي ما عاد تشوف شو لابسين الناس ألوانهم؟ مو ما أكل هم يعقوب إلا شغل هو متضايق كل هدول. بس أكثر شيء ما عاد يقدر يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على عينيه كأنه يقرأ شيئا فاستيقظت وقد أبصرت. يا أخوان يلي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه إن شاء الله. يا أخوان الحياة الدنيا دون 70 سنة 80 سنة كتير صغار وكتير ضيقين، والله ما رضي أن يجعل ثواب المؤمن له في الدنيا، لأنه ما بيسع ثوابك عند الله أكبر بكتير. الدنيا كله لا تسع، فادخره لك في الآخرة وما يعطيك في الدنيا هذا هيك يعني، وإلا أنت ثوابك كتير كبير. عالم الروح أقوى بكثير. والله أحد الأخوان توفاه الله تعالى، ما بعرف إذا كان رجل محامي فاضل، بنته صهره بيقلي بعد ما مات رجل صالح من أهل المساجد والذكر،
بنته شافته بالمنام، بقى صهره عم بيقول لي، قال لي مرتي شافت أبوه بالمنام، شافته عم يتوضى. قالت له أبي أنت ما متت؟ قال لهم بلى أنا ميت. قالت له شايفك عم تتوضى؟ قال نحن الذين كنا نحضر درسا في الدنيا تستأذن أرواحنا على رب العالمين بنفس الوقت لنحضر الدرس، هلأ أنا عم بتوضى نازل أحضر الدرس. قالت له أبي طمني شو صار معك بعد ما متت؟ والله غليان قلبنا عليك. قال له يا بابا شو صار معي؟ الشيخ والإخوان وأهلك وإخواتك وصلوني على القبر، نزلت إلى قبري فرأيت في صدر القبر يجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعمر وعلي، فرحت قعدت معهم. هذا اللي صار معي أنا، نحن غليان قلبنا عليك. قال له هيك والله أنا قعدت. إذا أنت بتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، أنت معه، أنت مع من أحببت. لذلك يا أخوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم عالية جدا وغالية جدا. طيب شو بدي أعمل أنا مشان حب النبي صلى الله عليه وسلم هيك محبة؟ هلأ إحنا كنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم، غير أننا الحقيقة نختلف، يعني بعضنا بيحبه محبة كثير شديدة، بعضنا وسط، بعضنا ضعيفة الحقيقة. كيف أنا بدي أقوي محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الدروس بشهر ربيع سنتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. كيف أنا بدي أقوي محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدك أول شيء تترك المعاصي يا أخي. المعاصي تبعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المتجانسان يتجالسان. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أنا عم بغرق بالمعاصي وبغمق بالمعاصي وبصر على المعاصي، أنا عم بعيد. أنا كنت قريب بس هلأ بقلب المعاصي ما في غير عم بعيد. طيب يا أخي أنا بشر بتزل قدمي، ما في مشكلة، هلأ إذا زلت قدمك أنا كمان بتزل قدمي، بس إذا زلت قدمك فورا استغفر، فورا أقلع، فورا توب، فورا ترك رفاق المعصية وروح لرفاق الطاعة، بس ما تضل لك هنيك بعمق الرذيلة والبعد عن الله عز وجل. إذا زلت قدمك قوم، فاترك المعاصي، بمعنى أنه إذا زلت قدمك ترفع عنها مباشرة واستغفر. فكيف أنا بدي زيد محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء ترك المعاصي. ثاني شيء كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. كثرة الذكر ما تلاقي حالة غير صارت روحانيتك قريبة من روحانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيصير طيفك قريب من طيف النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ذكره، أنت تستحضر ذكره. فهي خمسة أمور تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأكتفي اليوم بهذين الأمرين، بس تعالوا نحافظ عليهم. واحد ترك المعاصي، واثنين كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.